خطبها كانت مخطوبة أصلا كانت مخطوبة فقال أبو بكر يا رسول الله حي هلا وسهلا خطبها في مكة قال حي هلا وسهلا يا رسول الله لكنها مخطوبة وعمرها إذن كان الوضع عندهم عادي أنها تخطب عمرها 6 أو 7 سنين فسأذهب وأستأذن ممن خطبها يقولون فذهب أبو بكر رضي الله عنه إلى الذي خطبها فلما أقبل إلى بيته فإذا هو سكران مع أبيه وينشدان بسب النبي عليه الصلاة والسلام قال ما يحتاج استأذن مدام أن هذه أولها اللي هذا أوله يبغض آخر ينعاف تاليه مثل ما يقولون فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وزوجه إياها يعني تمم الخطبة ثم لما صار عمرها 9 دخل بها طبعا أيضا لابد أن ننتبه يا جماعة طبيعة المرأة إذا بلغت وصار جسمها مناسبا للزواج فما الذي يمنع من ذلك الآن في بعض الدول أنا كنت أتكلم مع أحدهم أحد الإخوة فكنت أقول له أنه طيب تزوج من أحد البلدان الشام فكنت أقول له تزوج وكذا فكان يسألني قال طيب أتزوج كم عمرها قلت يعني خذ واحدة عمرها 19-18 قال يا شيخ أخذ طفلة كيف طفلة 18-19 نحن عندنا في السعودية 18-19 ربما عندها طفلين أو 3 ولا لا يا شباب صحيح. إيه يعني أحيانا عندنا تتزوج عمرها 15 فعمرها 18 معها طفلان فقلت كيف يا أخي قال والله الزواج عندنا 26-27 هذا السن الطبيعي للمرأة للزواج هكذا ثقافتهم في بلدتهم تعال إلى بعض البلدان اليوم مثلا في اليمن الزواج مبكر عندهم جدا كذا طبيعة البلد وطبيعة النساء وحرارة الجو وطبيعة الطقس وغير ذلك يجعل الفتاة تبلغ مبكرة وتظهر عليها علامات الأنوثة وغير ذلك وبالتالي يصح تتزوج فكانوا في مكة أصلا العرب أساسا هذه ثقافتهم هذه طبيعتهم هذه عاداتهم هذه تقاليدهم فمن الطبيعي فلما يأتيك واحد اليوم ويقول يا أخي كيف النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج هذه الفتاة وطفلة عمرها 9 سنوات نقول طفلة بمفهومك أنت لكن لا تقس الموضوع بمفهومك بعد 1400 سنة قسه بمفاهيمهم هم تعال انظر أصلا النساء اللي غير عائشة متى تزوجن تعال انظر إلى حفصة تزوجت زوجها الأول عمرها كم تعال انظر إلى سودة زوجها الأول عمرها كم أسماء بنت عميس التي تزوجها أبو بكر بعد ما مات عنها جعفر كم كان عمرها لما تزوجها جعفر فكان المسألة عندهم عادية ترى إلى عهد قريب كان أجدادنا وأبانا إلى 13-14 متزوجين أحسنت إلى عهد قريب نعم هذا واقع يا تركي شيخ نشكرك على هذا الأسئلة الله يحفظك جزاك الله خير شيخ بالنسبة لفاطمة هل الوقع بين خلافي وعائشة جميل طبعا عائشة وفاطمة كانتا يعني يعيشان تقريبا في بيت واحد تقريبا لأن فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام فدائما تأتي إلى بيته وهذه زوجة أبيها وكانت فاطمة تجالس زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمون بفضلها ومحبته لها لدرجة أنه يكون جالس مع نسائه وتقبل فاطمة فيقوم إليها ويجلسها مكانه شوف يعني شدة المحبة فكانوا يعرفون قدرها وكانت فاطمة رضي الله عنها ما بينها أي إشكال مع عائشة بل إن فاطمة كانت تسر أحيانا ببعض ما تريد لعائشة مثال علي رضي الله عنه قال يوما لفاطمة إن أباك قد جاءه سبي سبي يعني حصل معركة بينه وبين الكفار وسبى منهم سبيا يقول فذهبي فالتمسي منه خادما مضت فاطمة طرقت الباب النبي صلى الله عليه وسلم غير موجود من موجود عائشة سألتها عائشة ماذا تريدين ما قالت فاطمة ما دخلك يا أنت زوجة أبي أنت ما أطلع أسراري لا عادي قالت والله يا عائشة أنا عندي ظروف وعندي كذا وكذا وأتعب وأريد من أبي أنه يساعدني بخادمة من السبي فأخرجت لها ما في نفسها لو كان في نفس فاطمة شيء على عائشة لما تكلمت معها قالت موضوع خاص بيني وبين أبي وتركتها ومضت لكن دليل أن العلاقة بينهما أصلا كانت علاقة رائعة وكذلك عائشة كانت تكرم فاطمة أيما إكرام حتى بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وتزورها في مرضها حتى يعني في الحديث الصحيح الذي روته عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا معنا تقول فأقبلت فاطمة تمشي ما تخطئ مشيتها مشية رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني نفس طريقة مشي النبي صلى الله عليه وسلم تمشي فاطمة شوف يعني تدري إن هذه بنته أحيانا بعض الناس يتشابهون بالصوت بالشكل أحيانا بالطباع بالحركات تقول يا أخي هذا يشبه فلان فتسألها أنت يقرب لك فلان فيقول لك نعم فإذا هو أخوه أحيانا تقول فجاءت وجلست بجانب النبي عليه الصلاة والسلام تقول فأسر إليها حديثا وضع أذنها فمه عند أذنها وقال لها كلمتين فبكت
فاستعجبهم ليش تبكي؟ إيش قال لها يا ترى؟ لكن ما يقدرون ما يستطيعون أن يسألوا إيش قلت لها إيش قال لك؟ سر بينه وبين بنته. فسكتوا، ثم لما رآها تبكي اقترب إليها وأسر إليها بحديث آخر فضحكت. قالت عائشة ما رأيت عجبا كاليوم، بكاء ثم ضحك، يعني يا بكاء يا ضحك، بكاء وضحك بكلمتين بكاء وضحك. تقول فلما قام النبي عليه الصلاة والسلام قلت لها يا فاطمة ماذا أسر لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت والله ما كنت لأفشي سر رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا سر والله ما أخبره. ما قالت عائشة يا رسول الله إيش قلت لها؟ خلاص هذا سر بينه وبنتها، أنا إيش دخلني. تقول فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام سألت فاطمة مرة أخرى، قلت يا فاطمة بماذا أسر إليك النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقالت إنه قد قال لي إن جبريل كان يعارضني القرآن، يعني راجع معي القرآن، في كل سنة مرة، وإنه هذه السنة عارض القرآن معي مرتين، راجع القرآن مرتين، وما أراه إلا حضور أجلي، ما أظن إلا أني بموت، فجبريل راجع معي القرآن جيدا حتى أموت وأنا حافظ صح 100%. تقول فبكيت. تقول ثم أسر إلي أخرى وقال أما يرضيك أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة؟ أو قال لها إنك أسرع أهلي لحوقا بي، أنت أول واحد بيموت من أهلي بعدي أنت. تقول فضحكت، يعني أنني سأتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأكون سيدة نساء أهل الجنة. هيا نايف. شكرا يا دكتور على إتاحة الفرصة. سم الله عدوك. سم. عرفنا أن الصحابية الجليلة فاطمة تزوجت في سن مبكر وغيرها من الصحابيات الجليلات رضي الله عنهم، هل قلة المهور في ذاك الزمن جميل سبب في ذلك غير جميل. أيامنا هذه شكلك بتعرس مزودين عليك في المهر يا أخي، تعال عندي وأدبر لك واحدة يا أخي بلاش. طبعا علي تزوج فاطمة بدرع ما كان عنده شيء، لما نداها النبي، طبعا فاطمة خطبت مرارا قبل علي وما زوجها النبي عليه الصلاة والسلام، كان عمرها 18 كان، وعلي عمره 26 لما تزوجها، بس ما كان عنده شيء أصلا. علي نشأ في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وأبوه كان فقيرا، وعلي كان فقيرا نشأ ما في شيء يعني عندهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل لعلي اذهب واخطب فاطمة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم عندك شيء؟ قال ما عندي شيء. فقال صلى الله عليه وسلم فأين درعك؟ عندك درع أذكر أعطيناك إياها؟ قال نعم يا رسول الله موجودة. قال باعها، باعها ب470 درهما، وجاء وقدمها وتزوج فاطمة. يقولون كان جهازها في البيت، الآن جهاز البنات السرير الفاخر والغرفة ومدري إيش وإلى آخره، يكلف له ربما مئات الآلاف، كان جهازها مخدة وفراش ورحى وبساط، هذا جهاز البيت كله الذي كان في بيت فاطمة رضي الله عنها، وتزوجها عليه. ثم بعد ذلك فتحت الدنيا عليهما ورزقهم الله تعالى بالحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. حقيقة الإخوة يشيرون أن الوقت انتهى وأنا ما انتهى الكلام اللي عندي، وأظن عندكم أسئلتكم ما انتهت، ولسه أيضا أحمد ومساعد ما سمعنا معهم منهم، لكن إن شاء الله لعلنا نسمع في حلقة أخرى. أسأل الله لكم التوفيق يا شباب، جزاكم الله خير. أنتم أيضا أيها الإخوة والأخوات، أسأل الله أن يحرمكم عظيم الأجر وجليل الثواب، وأسأل الله أن يجزي الإخوة أيضا في قناة يقرأ خير الجزاء على حرصهم على تفعيل مثل هذه المواضيع والعناية بها. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.